قتل جنديان من الحكومة القوات الحكومية اليمنية وأصيب 4 آخرون على إثر هجوم شنته جماعة الحوثي جنوبي مأرب، لتشتد وتيرة الاشتباكات على أكثر من محور في تعز ومفرق هيلان والجوف بعد فشل جهود تمديد الهدنة الإنسانية. أشعل الفتيل إذن وأطلقت شرارة البداية. اشتباكات في اليمن تحصد أرواح جنديين من القوات الحكومية وتصيب 4 آخرين في هجوم شنته جماعة الحوثي جنوبي مأرب. على أكثر من محور تضرب المدفعية الحوثية مستهدفة مواقع عسكرية للحكومة في تعز بالقذائف المتوسطة والثقيلة إضافة للهاون، بيد أن الأخيرة أعلنت تمكنها من استهداف تعزيزات كبيرة للحوثيين في منطقتي مفرق هيلان ومحافظة الجوف، فيما تشتد وتيرة المواجهة على جبهة البلق. على الرغم من خفوت صوت الحوار وانطفائه بين أزيز الرصاص وزخاته المتصاعدة، لا يزال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن هانس جروندربيرغ متمسكا بأمال التهدئة، معلنا استمراره بالعمل مع الجانبين للتوصل إلى حل، مطالبا الطرفين بإيقاف التصعيد. مواقف أكثر جدية ووضوح هو ما تطالب به الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، معتبرة أن جماعة الحوثي تعاملت مع الهدنة كمعركة سياسية لم توفر بها أي ابتزاز لإجهاض فرص السلام. مقترح اتفاق تمديد الهدنة الذي لا تنفك الحكومة متمسكة به رفقة المبعوث الدولي هو في نظر الحوثيين لا يرتقي لمطالبهم، فهم من وجهة نظرهم يعتبرون أن الهدنة باتت غاية للتحالف عوض أن تكون وسيلة تفضي إلى الاتفاق المنشود. بين كل هذه التباينات تشير الحشود في كل معسكر بأن هذه الجولة لن تكون كسابقاتها، خاصة مع تهديدات حوثية باستهداف مواقع نفطية سعودية وإماراتية، ما ينذر بتصعيد شديد في الفترة المقبلة. من صنعاء معنا مراسلنا خليل القاهري. خليل، ما طبيعة الأهداف الميدانية التي يسعى الحوثيون لتحقيقها في هذه المرحلة بعد فشل استئناف الهدنة الإنسانية أو فشل تجديدها؟ يعني أمال، لا شك أنه بالنظر إلى طبيعة المواجهات على الصعيد الداخلي أو حتى على صعيد الهجمات التي كان الحوثيون ينفذونها على أهداف السعودية، فإن هذه الأهداف متعددة وفقا للمتحدث العسكري سابقا، طبعا في إعلانات سابقة له وفي تغريدات سابقة له قبل هذه الهدنة. هذه الأهداف كانت تتمثل ببنك واسع سواء فيما يتعلق بشركات نفطية أو مواقع عسكرية سعودية، هذا بالنسبة للمواقع في السعودية، ولكن الأهداف العسكرية في الداخل تسعى إلى يعني تحقيق مزيد من التقدم في مختلف الجبهات سواء في جبهات تعز أو في مأرب، وتحقيق مكاسب إضافية تسعى لتحقيقها جماعة أنصار الله الحوثي من خلال التقدم على الأرض. بدأ ذلك واضحا في خلال الساعات الماضية وتحديدا ساعات الليلة الماضية بتجدد المواجهات في أكثر من اتجاه سواء في الاتجاه الشمالي أو حتى الشرقي والغربي من محافظة تعز. عادت المواجهات بوتيرة عالية عما كانت عليه خلال أيام الهدنة، وفقا لسكان محليين فإن دوي انفجارات هذه المواجهات والهجمات المتبادلة استمر حتى الساعات الأولى من فجر الليلة الماضية وفي أكثر من اتجاه، خاصة في الاتجاه الشرقي من محافظة تعز استمرت هذه المواجهات لساعات طويلة، ووفقا لسكان محليين فإن دمارا لحق ببعض المباني والأحياء السكنية جراء تجدد هذه المواجهات، وفي هذا إشارة إلى أن الطرفين الآن يحاولان أن يحرزا تقدما عسكريا أو على الأقل أن يحافظا على المكاسب العسكرية على الأرض في المواقع التي يسيطرون عليها في أكثر من اتجاه. كان لافتا عودة المواجهات أيضا في اتجاه آخر كان قد هدأ كثيرا خلال الأيام الماضية وتحديدا أيام الهدنة، وهو الاتجاه الجنوبي من محافظة مأرب، وخلال هذه المواجهات التي تجدد في هذا الاتجاه سقط قتلى وجرحى من الطرفين وفقا للمصادر الميدانية. عادت المواجهات أيضا بشكل أخف في الاتجاه الجنوبي من محافظة الحديدة على الساحل الغربي. شكرا خليل.
نكتفي بهذا القدر من التفاصيل وسنتواصل معك في حال أي تطورات. شكرا جزيلا.